الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحن في شهر محرم، وهو أول شهور السنة، وهو شهر حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. وقد سمي محرم بذلك تأكيدا على تحريمه، وقد كان الكفار في الجاهلية ينسؤون تحريمه أحيانا إلى سفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر أصحابه بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يتعظ ويتذكر، وينجينا من دار الدنيا ومن دار الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، وعصمنا وإياكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الكريم المعبود، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المحمود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مولود، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله الملك العلام، ألا وإن الله تعالى أمرنا أن نصلي على سيد المرسلين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، عدد خلق الله ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته،
كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رلا نشرف خلفاء الراشدين وأفضل أمراء المرشدين وهو الإمام الشفيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق وعن ثانيهم في الخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن ثالثهم في الخلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن رابعهم في الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم ارضنا من نبيك حمزة والعباس وأن بقية أصحاب رسولك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا وفي بلاد جميع المسلمين عما يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقل عددهم. اللهم دمرهم يا قهار. اللهم اهلكهم يا جبار. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض أهلنا يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجر والدينا ومن تعلقوا بنا من النار. اللهم لا تشفي خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان.